ما معنى قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يعتقدون؟ نعم، يعني ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن على باله، كما قال في قبلها وبدا لهم سيئات ما كسبوا في الآية الثانية، بدا لهم سيئات ما كسبوا. المعنى أن هؤلاء المكذبين، أن هؤلاء المكذبين للرسل ما كانوا يظنون أن هذا سيقع، أن ما وعدت به الرسل وأوعدت سيقع، فظهر لهم ما لم يكن يحتسبون. لكن هل يفيد؟ لا والله ما يفيد. نعم.